احنا جايين نعمل ايه في ايجكس؟ هل هناك مناخات وظروف حقيقي واعدة في مصر لأجل الاستثمار علشان البعد اياهم يقول لك خلاص ما بقاش فيه؟ انتوا بتضحكوا على نفسكم. لا، هي حضرتك لما تبص لموضوع المناخ او السوق المصري، يعني انا حول الوطن المصري، الوطن المصري ده يعني فريد بمكانه باللوكيشن بتاعه على مستوى العالم. الوطن المصري فريد بقناة مميزة قوي اسمها قناة السويس. الوطن المصري مميز ان هو بيربط العالم من جميع الاطراف، هو مركز العالم. الوطن المصري يمتلك وليس عبء، يمتلك اكثر من 100 مليون نسمة. فالسوق المصري وليس عبء زي ما حضرتك قلت. وليس عبء طبعا. القوى البشرية والثروة البشرية دي دايما فضل من ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله سبحانه وتعالى. توظف صح. احنا في الاخر كل النمو اللي احنا بنعمله والشغل اللي بنعمله والبزنس اللي احنا بنعمله ما هو الا شيء يخدم الانسانية. يعني كل التطوير اللي بيحصل ده للرفاهية المواطن وللانسانية. يعني عظيم. لو هو مش متماشي مع الانسانية مش هيكون في sustainability، مش هيكون في استدامة، هيفشل في يوم من الأيام. فالسوق المصري بكل المميزات بتاعته ديت هو فرص واعدة للاستثمار. ولذلك أنا أكاد أتحدى أي واحد بيفكر في استثمار ما فكرش في مصر. إلى هذا الحد. إلى هذا الحد. تحدي واضح. طبعاً طبعاً. حضرتك لما حصل كمان، يعني ده كمان من قبل ما يحصل البنية التحتية، كان فيه كلام بس كان فيه تردد. يعني كل الناس كانت بتتكلم على المناخ الاستثماري في مصر، القوانين واللوائح في مصر. أنا بقالي دلوقتي أكتر يمكن من 5 سنين ما سمعتش الكلمة دي، ما سمعتهاش. محيت من الأذهان. محيت. يعني أنا فعلا كنا زمان لما كنا بنتكلم وننزل، يعني أنا كان لي الشرف أن ننزل من بدري، من بعد يمكن 2013 2014 من مؤتمر شرم الشيخ، وكنا بنتكلم، فكنا دايما نناقش مواضيع. يعني بصراحه كده بتقال خلي بالكوا، طب مش انا مش بتكلم علي انا بتكلم عموما لما نناقش الموضوع في اي ميتينجز وكده، بس الانظمه هناك عامله كذا، القوانين هناك عامله كذا. الكلام ده ما بقتش اسمعه دلوقتي. وما اقدرش اقول كمان ان الانظمه خلاص اتغيرت بقت ما شاء الله بوزيتيف 100%. لا، هو انا يعني اللي انا اقدر اقوله ان المناخ الاستثماري الجاذب لما بتكون الفرص واعده بيخلي المستثمر عنده الابيتايت عاليه جدا، بحيث ان هو يدخل يستثمر وهيشوف هيتصرف مع الحاجات التانيه دي ازاي. ودي بتحصل لما بيكون في ثقه. كويس. يعني دي بتحصل اول لما بيكون في ثقه. احنا لما دخلنا اشتغلنا في مشروع قناه السويس، ودي من اكبر المشاريع، يعني من اقرب المشاريع لقلبي انجازا. يعني يعني الحمد لله المجموعه نفذت مشاريع اكبر بكتير كفوليوم، كفلوس، كقيمه، اكبر بكتير من قناه السويس. ولكن مشروع قناه السويس هو بالنسبه لي يعتبر رقم واحد. لان كانت يعني كان الواقع بتاعه على قلبي ان احنا بعد ما اقعد الفتره دي كلها في شركه الجرافات وارجع اتفاوض مع زمايلي قناه السويس واساتذتي اللي كانوا في قناه السويس لما انا اتعينت عليهم، وده كان ليه دعم كبير جدا، ويعني عامل كبير جدا على نجاح المشروع. التعامل معهم كان فيه ثقه متبادله، كنا بنتفق كلنا يعني وان سايد اوف ذا تيبل، مش ان احنا قصاد بعض بنتفاوض، لان كان الهدف واحد، لو المشروع نجح الكل نجح. الكل نجح بالظبط. ويعني ده ريكورد للابد اعتقد، مش هيتحدد ان انت تشيل 200 مليون متر مكعب في 267 يوم. انا كنت بعدهم بالساعه. فيعني ده يعني الثقه في العمل هي اهم نوع من الجذب، ان انت جذب استثمار وجذب ان انت بتتحرك بالشركه بالكامل، ان انت تدخل بلد معينه او تدخل مشروع معينه مهما كانت الادفانتج اللي في المشروع او كده. لو ما فيش كلمه ثقه هتكون انت متردد جدا. طبعا. لو في كلمه ثقه وفي معوقات هنقول هنحل المعوقات مع بعض، انا واثق انه هيدعمني فيها، انا واثق ان احنا هنقعد ونحل المواضيع على التيبل ونتكلم. ليه؟ لان في هدف واحد، ان احنا ننمي، ان احنا نطور، ان احنا ننفذ المشروع.
ايجيبس حضرتك سالتني قلت لي احنا بنعمل ايه في ايجيبس. احنا كمجموعه شركه جرافات هي مجموعه رائده اماراتيه عالميه. حلو. بس احنا بنشتغل في الاسواق العالميه وفي الامارات كمجموعه كاي بي سي ريل اي بي سي كونتراكتور. احنا الحمد لله من اكبر الاي بي سي كونتراكتورز اللي في الشرق الاوسط. وزي ما قلت لحضرتك ارقامنا في مجال اللي احنا الاندستري بتاعتنا فالحمد لله في التوب يعني التوب ليست. بس احنا هناك البورتفوليو بتاعتنا غير مصر. غير شغلنا في مصر. البورتفوليو عندنا هناك احنا متخصصين على خاصه لحضرتك بنساهم في بناء البنيه التحتيه للاقتصادات الوطنيه اللي بنشتغل في الاسواق اللي فيها. الله. بمعنى يعني حضرتك ايه البنيه التحتيه للاقتصاد؟ افرع كتيره وسيكتورز كتيره. بس اهم عوامل البنيه التحتيه للاقتصاد الطاقه طبعا اول اند جاز والتجاره والملاحه التجاره البحريه مواني بناء المواني القنوات بناء جزر للاسكان بناء مدن. احنا مثلا بنينا جزيره في البحرين مدينه متكامله اكتر من 5 مليون متر مربع بس للاسكان. فزي ما بقول لحضرتك كل ده للايه للانسانيه يعني احنا بنشتغل الانسانيه طبعا. اللي احنا بنشتغل فيه بقوه في الاسواق العالميه اللي هو الاويل اند جاز او البترول. احنا لسه ما لناش تواجد كبير في مصر في موضوع الاويل اند جاز ولذلك ان شاء الله ايجيبس هيكون هو البوابه بتاعتنا باذن الله ان احنا زي ما بنطور في الاماكن الثانيه وفي الاسواق الثانيه هيكون لنا الشرف ان احنا نساهم في التطوير هنا ككونستراكشن ونساهم في جميع السيكتورز اللي يعني زي ما يقولوا كده عقد العزم خلاص ده مليون في المية انه هيتم استثمار بقى جوه مصر طبعا اكيد في كافة مجالات البنية التحتية اولا اويل اند جاز اويل اند جاز الطاقة اويل اند جاز واهم حاجة كمان الرينيوبل انرجي الجديدة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة والترانزيشن اللي هو في الانتاج الغاز عمليات التحويل ايوه واحنا احنا ما هو هو حضرتك دلوقتي كله يعني عشان سستينابيلتي لان زي ما قلت لحضرتك بنربط دايما شغلنا والنقطه دي انا بهتم بها قوي بالاستدامه للانسانيه طبعا يعني احنا بنطور فما ينفعش نهدم الاجيال القادمه يا بنطور صح يا ما نطورش طيب وهي دي الاستدامه